تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ممدوح السمان من سوهاج. 30 سنة بتاعت حكم الرئيس المخلوع بتشبه لي زي حكمنا في الثلاثين سنة دول يجوج ومأجوج، ما خلاش لا أخضر ولا يابس. الآثار اللي هربها زاهي حواس بالاتفاق مع المخلوع وعملائه في عهد الحروب والاستعمارات التي استعمرت مصر على مدى التاريخ، فرنسي انجليزي حكم ملوك، ده كله ما تهربش ربع الآثار اللي تهربت هربها زاهي حواس. زاهي حواس لو بصينا في التابوت الذهبي بتاع توت عنخ آمون حاليا بيلف في اوروبا. طب لما التابوت ده نادر، يعني ما فيش منه اتنين، هو وراس نفرتاري. راس نفرتاري ما فيش منها اتنين برضي. الاثار النادره دي بتلف في اوروبا، راحت بازل وراحت المانيا، وتعالوا قابلوني اذا جو. هما مش هيجوا. وكلمه نهائيه، انا عايز اعرف، يا ريت اعرف، يمكن انا مش حاسس ومش دريان بالدنيا. يا مجلس، يا اعلى، يا حكومه، يا قضاء، انتوا معترفين ان في ثوره قامت في مصر ولا لا؟ والسلام عليكم ورحمه الله.